ايش الدخنة هاد؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. من فائها الى نونها الى بقعة المسرى، من اسمها الى رسمها سبحان من اسرى. جمعت خصالا رسخت بين الورى تترى، تاريخها يحكيه من بجمالها درى. ارض مباركة الى يوم النشور، ارض يفوح العز فيها كالزهور، فيها فتوحات الاولى كانت تدور، في عزة تسمو بها المجد فخور، مجد فخور. بعد أن انكسرت هيبة الجيش الصهيوني بسبب طوفان الأقصى، استعار المجرم الصهيوني على المدنيين في قطاع غزة وبدأ بالقصف الجوي المستمر والتجويع والتخويف والإبادة الجماعية لكل من في القطاع. من اليوم الأول للحرب احنا سعينا أن ندخل قطاع غزة، فكانت المحاولة الأولى في 25 أكتوبر بعد أسبوعين من الحرب. بالأخير الجهات المنظمة والمنسقة للدخول القطاع اعتذروا، حكوا كل الجهات الدولية وكل الجهات الإنسانية وكل الجهات الموجودة في هذا الكوكب مستحيل تدخل. الحمد لله رب العالمين تيسرت أمور، دخلنا قطاع غزة 19 واحد. ما كان في داخل القطاع أي نقطة هي نقطة محمية، أو ما كان في أي مكان تحكي هذا مش مستحيل ينقصر. فإحنا أخذنا قرار أنه نضلنا في مستشفى غزة الأوروبي، وجزء منا راح على مستشفى شهداء الأقصى، هو مستشفى أصغر حجما من المستشفى الأوروبي. أنا موجود حاليا في غزة في المستشفى الأوروبي، بوريكم شلون المنظومة الصحية عندهم قاعدة تنهار بشكل مو طبيعي. كل الممرات بالمستشفى الناس مفترشة الأرض، ساكنين بالمستشفى، وضع الصرف الصحي تعبان. كان عندهم انتظار على العمليات لمدة 17 يوم، تتخيل جريح ممكن يستنى 17 يوم عشان هو يحصل دور عشان ينعمل له عملية. نقص حاد في الأطباء، نقص حاد في غرف العمليات، جزء كبير من المرضى أصلاً مو لاقين علاج، نقص في الأدوية، الناس اللي محتاجة عمليات مو قادرين يسوون لهم عمليات. نستمر في العمليات من 9 الصبح لتقريباً الساعة 1 بالليل، 12 بالليل حسب من هي عدد الجرحى الموجودين. في نهاية المهمة تبعتنا احنا نزلنا الويتنج ليست، عدد الانتظار من 17 يوم الى يومين. يعني الهدف تبعنا الحمد لله تحقق، انه اغلب المرضى كانوا على قائمة الانتظار خلصناهم، اضافة للمرضى اللي كانوا يجوا بحالات اصابات يعني مباشرة. وعد الله حق بان يدخل الشهداء الجنة، وعد الله حق بتحريف رصدي، وعد الله حق بدي حق، شاء من شاء وابى من ابى. الله يرضى عنكم، تكبرتم ان شاء الله، يجعل الفردوس الأعلى مصيركم إن شاء الله. دكتور محمد، في فلسطين وفي هذه الأحداث الأخيرة نرى جيل ثابت مؤمن بهذه القضية وكأنهم السرات لهذا المسرى، ما سر هذا الإيمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يطلب شيء واحد من ربه، شيء واحد فقط، أي واحد، قدم له 11 ثناء. فأنا قاعد أقول يا أخي 11 ثناء أكيد حيطلب شيء عظيم. اللهم إني عبدك بنو عبدك بنو عمتك، نواصي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في أحد من خلقك. 11 ثناء، إيش تبغى يا رسول؟ اجعل القرآن ربيع قلبي. أقول 11 ثناء حتى يكون القرآن ربيع قلبي، ليش يا رسول الله؟ يبدو تربية القرآن والإيمان
العلاقة هذه علاقة المعانقة، المعانقة بين القرآن والإيمان. ولذلك الصحابة يقول تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، علاقة تبني مجتمع وتبني أفراد. طوفان الأقصى هي معركة فلسطينية أراد الفلسطيني أن يقول من خلالها لكل العالم أننا شعب يستحق الحياة، لكن ليست أي حياة، نحن نريد حياة كريمة عزيزة على أرضنا ووطننا. هنموت هان وحندفن هان، هذه بلد أجدادنا مش هنسيبها، ثابتين إن شاء الله، ثابتين، هذول شهداء عند ربهم، شهداء. أنا ابني شهيد وجوزي شهيد بالحرب هذه، وبيتي راح خمس طواغي، وشفت وين، وشفت من دار لدار، وين ما أطلع بضربونا، وين ما أنزح بضربونا، نزحت هنا في الشفاء حصروني، نزحت برا حصروني، نزحت هان حصروني، نزحت هان حصروني، وأنا ثابتة مستحيل أساسي بالبلد. إنسان العالم؟ لا، نحن لنا من الله، لا نريد من العالم، لنا الله، لنا الله، لا يأس من روح الله. يعني من كثر ما فيها ألم فيها تشعر قديش هذا الشعب عنده عزة وقديش هذا الشعب متربي على عقيدة صحيحة. جانا طفل عمره 12 سنة، هذا الطفل كان عنده إصابة في البطن وإصابة بإيد، كنا كل يوم ننزله نعمل له غيار يعني تخدير موضعي. فيوم بعمل له غيار فبيحكي لي دكتور أنت امبارح وجعتني، بس رجاء اليوم ما توجعني. فحكينا خلص زدنا كمية البنج الموضعي، وأنا بعمل له غيار بحكي لي عمو حكيت لك ما توجعني، أنا طلبت منك ما توجعني. بعد ما خلصنا الغيار ولفينا الجرح فشفته هو بتمتم بحكي يا رب اغفر لي إني طلبت مساعدة من غيرك. هذا طفل يبلغ 12 سنة، هو اعتذر لربنا إنه هو طلب مساعدة من غيره، فأنا طبيب بدي أعمله، يعني هو ما طلب شيء. فتخيل قديش التوكل على الله في طفل عمره 12 سنة بعقيدة سليمة، بيعرف إنه اللي بضره بينفع واللي راح يشفي ربنا مش الطبيب. هو اعتذر لربنا إنه بس طلب مني أزيد كمية التخدير الموضع عشان ما يتألم. الواقع في غزة الناس في فترة الحروب مباشرة تبدأ العائلات تتجمع في مناطق محددة، يحاول الناس أن يبتعدوا عن الأطراف وأن يأتوا باتجاه مناطق القلب. ولذلك الآن عندما تسمع عن المجازر الكبيرة أو تسمع عندما يقصف بيت في غزة فتسمع عن أرقام 50 شهيد و60 شهيد، هذا حقيقي. السبب أن الناس تحاول أن تجتمع مع بعضها البعض حتى تؤنس بعضها البعض، تسلي بعضها البعض، تقتصد في النظام الطعام. كنا إذا ما بدأت الحرب مباشرة يتغير السيستم داخل البيوت، أنت كنت تأكل مثلا 3 وجبات طعام في اليوم يتحول إلى وجبتين، يتم تنظيم المسألة. معظم البيوت في قطاع غزة بالمناسبة خلال فترة الحرب تعتمد نظام الصيام. شيخنا الحبيب شاهدت لك أكثر من تعليق في هذه الأحداث، أحداث غزة وفلسطين، وأكثر تعليق شدني ولفت انتباهي هو الربط ما بين هذه الأحداث، أحداث غزة وغزوة الأحزاب. إيش هذا الربط؟ سبحان الله، لما كنت أقرأ في الأحزاب قديماً، من 30 سنة أنا أقرأ في السيرة، تفعلت عندي بشكل كبير في أحداث غزة، يعني وجدت هذا الربط الحالية واضحة الحالية. أختصرها كامل في الربط، كانت في الشتاء زي أوقاتنا هذه في غزة، شتاء قارص يعني. شتاء قارص، قالوا جعانين، قالوا يا رسول الله أصبحنا نربط الحجر، هذا محمد وصحبه أغلى ناس على الله، نربط الحجر. وقاعد أشوف أحداث غزة، النبي ما جاوب كلام كثير، رفع عن بطنه حجرين، قال أنتوا حجرين. إن أهل غزة لا تفكرون الحياة سهلة عندهم، من أصعب الليالي. يقول ما يقدر أحد يقضي حاجته، يجي عمر يقول يا رسول الله أشغلون عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، قال النبي والله يا عمر حتى أنا ما صليت. قال العلماء أن النبي ما صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل جماعة. الله. الموقف شديد. يأتي النبي لما يجمع يقول من يذهب يجيب لي خبر القوم ويكون من أهل الجنة. تخيل مع الشدة حتى نعرف قديش أحبابنا في غزة يعيشون شدة. اليوم المحنة الكبيرة إحنا ساعدناهم ولا لا؟ لو بالكلمة. هذا البرنامج أنا قاعد أقول شيخ فهد السطر الداني، أنك تحول مركزية برنامجك من القرآن باهتديت إلى فسيره، كأنك تقول لا أنا على نفس المنهج، ترى القرآن يتكلم هناك، لازم أحول. فأنا أقول ربح البيع، إيه والله ربح البيع. فلما أقول من يذهب ويصير رفيقي في الجنة وما حد يقوم،
يقول قوم يا حذيفة بيروح هو اختار خلاص دام ما حد قال اختار نعم تخيل أنا قاعد أشوف المشهد حذيفة هو راجع جايب الخبر بس صار رفيقه في الجنة يعني أنا قاعد أقول حتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت وهذا يبدو نهاية غزة هكذا قال اليوم تغزوهم نغزوهم ولا يغزونا يبدو غزة هي النهاية يعني تمام يا رب فأقول الفرحة الكبيرة إحنا سوينا اليوم مين برنامجك يا شيخ فهد اليوم عن فلسطين لإخراج جيل التحرير إيش عارف نيتك إن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يا رب. إذا كان حذيفة اللي يسمعني كان حذيفة بس جاب أخبار كيف اليوم اللي ينشر أخبار غزة القطاع في حوالي 36 مستشفى 30 مستشفى صاروا خارج الخدمة 30 ظل 6 مستشفيات اللي هم مستشفى كبير واحد مستشفى الأوروبي ومستشفى 4-5 مستشفيات صغار اللي هي شهداء الأقصى أبو يوسف النجار الإماراتي الكويتي هذول المستشفيات الموجودين في جنوب القطاع اللي هم بيقدموا خدمة لهذه اللحظة في هذه المعركة من فصول ألم ووجع نحن نعيشها كفلسطينيين هي عملية التي كنا نعيشها على مدار 75 عاما ولكن العالم لم يكن يراها في 48 دمر وهدم أكثر من 512 مدينة وقرية فلسطينية هجر قرابة المليون قتل أكثر من 20,000 والأرقام أكثر من ذلك ولكن هذا الموثق منها نفس الشيء يحدث اليوم لكن الفرق أن ذلك حدث في ظل غياب الإعلام من جانب وبالتالي الرأي العام العالمي ومن جانب آخر في ظل غياب مقاومة قادرة على أن تهشم رأس الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال يتعامل مع المسجد الأقصى باعتباره أحد بوابات إفراغ معركة طوفان الأقصى من معناها وبالتالي المنطق يقول أي طرف عاقل خاض ثمن معارك سبعة قبل طوفان الأقصى ثم طوفان الأقصى في 10 سنوات عنوانها المسجد الأقصى الأصل أن يبتعد عن المسجد الأقصى لأنه يستنزف قوته لكن أمام البعد الأيديولوجي المتعلق بالصهيونية الدينية فالاحتلال يفعل العكس الاحتلال يعتبر أن عدوانه على الأقصى تأكيد بأن هذه المقاومة لم تنجح في تغيير مساره وأن هذه المعركة بكل تضحياتها لم تحقق نتائجها وبالتالي محاولة إفراغ المعركة من معنى الأسبوع الأخير كان بمثابة علامة إنذار شديدة القسوة للمقاومة الفلسطينية إذا لم تتحرك المقاومة لوضع حد لما يحدث في الأقصى وفي المسجد الأقصى المبارك فنحن مقبلون على واحد من سيناريوهين إما هدم المسجد الأقصى أو تقسيمه وإتمار بن غفير وسموريتش كانوا لا يخفون بشكل واضح أن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة احتاجت 75 عاما ليصل هؤلاء اليمينيون الدينيون المتطرفون إلى سدة الحكم وهم يدركون أن سدة الحكم لن يعود إليها مرة أخرى ولذلك لابد أن يحققوا كل أحلامهم تحديدا في مصر رسولنا صلى الله عليه وسلم يعني آخر عيد توراتي شهدنا هو العيد الذي انطلق منه طوفان الأقصى اليوم الأعياد التوراتية فيها انقطاع ثم ستتجدد في رمضان في الأسبوع الثاني في يوم 21/3 إلى 25 أو 26/3 على مدى هذه الأيام نحن أمام ما يسمى بعيد المساخر التوراتي عيد البوريم الذي سيشهد اقتحامات صباحية ومحاولات لتنفيذ طقوس مسائية على أبواب المسجد الأقصى تتقاطع مع صلاة التراويح في الخلاصة المسجد الأقصى يتجه لأن يكون سبباً لتجدد المعركة وانتقالها من ساحة إلى ساحة من غزة إلى الضفة الغربية جاءنا طفل عنده شظايا في مختلف أنحاء جسمه شظايا كانت في الرقبة في الصدر في البطن في الأطراف يعني اضطرينا بعد ما تعالجنا الصدر والبطن اضطرينا نبتر أطراف الطرفين الاثنين إيدين من هون نبتره فإحنا يوم الثاني للثالث عم صحصح الطفل فبيحكي دكتور أنا لما أكبر رح إيدي تكبر معي يعني تخيل ببراءة الطفل يعتقد إن إذا هو لم يكبر أطول إيده راح تطول معه اللي بنشوفه على الإعلام وعلى السوشيال ميديا أنا وجهة نظري لا يقدر على 30% من الموجود على الواقع الواقع جدا مؤلم جدا جدا مؤلم الوضع مساوي يعني هذا عادي تحته ممكن شو هذا ما حد يقدر يرفع ما حد يقدر يشيل أي والله وضع مساوي يظل وقوفنا عاطفيا أمام هذه الصورة المأساوية والتفاصيل المدمرة للحرب في غزة أطلقت إسرائيل عملية برية واسعة في غزة تارك وراءها أثراً مدمراً لا يحصى جاتنا طفلة بيتها مقصوف استشهد كل أهلها أبوها إما أخوانها جدها جدتها كل مستشهدوا هي الوحيدة اللي عاشت عملنا العمليات والبنت الحمد لله رب العالمين عاشت وصارت كويسة بس بالأخير هاي البنت في يوم أنا بس حكيت لها بدنا نطعم البنت حكوا الدكتور ما في حد يطعميها أهلها كلهم مش موجودين
طبعا احنا خير كانت بعلينا الحثيثة، طب من وين نودي البنت؟ ما عرفنا شو نسوي في البنت، يعني قالنا اسبوعين وما حدا بيعرف، ما حدا سأل عن البنت هاي. حصدت الحرب أرواح أكثر من 30,000 شهيد وجرح الآلاف، مع تدمير كامل لأكثر من نصف المباني. الله يعطيكم العافية إن شاء الله. حاب اليوم أفرجيكم معالم مدينة خان يونس بعد انسحاب قوات الاحتلال منها، تفرجوا. الغزاوي اليوم هو نفس الفلسطيني الذي اتهم قبل أيام بأنه باع أرضه. اليوم في غزة وشمال غزة اللي فيها مجاعة في أكثر من 600,000 فلسطيني موجودين على أرضهم. يفضل الواحد أن يموت. هذا الفلسطيني الذي يخرج، هذه الصورة العظيمة للفلسطيني الذي يخرج من تحت الأنقاض ويقول أنا فداء للمقاومة، في أي مدرسة ترب؟ ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمنح أهل غزة القوة والصبر لمواجهة هذه الظروف القاسية، ونتمنى لهم النصر والسلام والأمان. طوفان الأقصى لديه عنوان واحد، أن الفلسطيني أعد كما أمر الله تبارك وتعالى، وقاتل كما أمر كتاب ربنا سبحانه وتعالى، واليوم هو ينتظر وعد الله تبارك وتعالى وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. الشهيد الساجد، هكذا عرف عنه رحمه الله تعالى، أراد الاحتلال أن يجعل منه عبرة فزاده الله عزة. هو تيسير أبو طعيمة، شاب فلسطيني يعيش بغزة، وهو حافظا للقرآن الكريم كاملا وإماما لمسجد فلسطين في خان يونس. مسرى حتى نرى أن أهل غزة تحملوا ما لا تحمله الجبال، وصبروا على الحصار والحروب صبرا ليس له مثيل. مسرى حتى نرى أن طوفان الأقصى قد زلزل الصهاينة وأرعب كيانهم، وهم اليوم يكيدون لغزة سعيا لكسرهم وإخضاعهم، وهم بإذن الله واهمون. فاللهم أفرغ على أهل غزة صبراً وتولهم بلطفك الخفي، مسرى لجيل يحرر الأقصى. تاريخ العابق قد أزكى الزمان ثرى، قدسية الأخبار لا سيف بها يروى، فيها جميع الأنبياء صلوا وزد أمرا، لم يجتمع في غيرها سرا ولا جهرا. المجد للأقصى على مر العصور، مهما طغى العادي عليها بالشرور، دوما سيبقى في الفؤاد لها حضور، حتما سيشهد مجدها.